السلام عليكم متتبعي قناة عالم أم وسيم. غنقدم لكم في هذا الفيديو بغرير اللي كيجي ناجح جدا من أول مرة. كيجي مثقب وخفيف، مقادير ديالو سهلة، ما غاديش نستعملو فيه السميد أو الدقيق، غنستعملو غير الفينو أو الدقيق الصلب. كيجي زوين بزاف، خليكم معايا حتى الأخير باش تشوفوا الطريقة ديال التحضير ديالو والمكونات اللي غادي نحتاجوها. غنبداو بسم الله على بركة الله، نديرو ربعة ديال الكيسان ديال الفينو أولا دقيق القمح الصلب. غادي نستعمل في الأول النواشف بوحديتهم، غادي نخلطهم بالطراب اليدوي، من بعد غادي نديرهم في الخلاط الكهربائي وغادي نطيبهم إن شاء الله. كيف ما قلت لكم غنديرو ربعة ديال الكيسان ديال الفينو، غنزيد عليهم واحد المعلقة كبيرة ديال خميرة الخبز أو الخميرة حبيبات. غادي نزيدو عليهم معلقة كبيرة ديال السنيدة، وغادي نديرو واحد معلقة كبيرة ديال المايزينا أولا نشا الذرة. غنزيد عليهم واحد المعلقة صغيرة ديال الملحة وغادي نخلطهم بالخلاط اليدوي حتى ينسجمو لي كاملين هاد النواشف. عاد من بعد غادي نزيد عليهم الماء. بالنسبه للماء غادي نديرو ربع ديال الكيسان ديال العنبه ديال الماء اللي يكون دافي، يعني الكميه ديال الدقيق الصلب اولا ديال الفينو هي نفسها ديال الماء. بالنسبه لهذا البغرير كيجي خفيف بزاف وكيجي ناجح بحالو بحال ديال السميد تماما، ما تفرقوش بيناتو. وبالنسبه للناس اللي كتضرهم يعني السميده، غادي يكون هذا هو الحل اللي غادي يهنيهم منها، يعني يستعملوا الفينو في البغرير غادي يجيهم زوين بزاف. غادي تشوفوا كيف ما شفتوا معايا النتيجه احسن اكثر من رائعه. هنايا بعد ما خلطت هذوك العناصر ديالي مزيان ونسجموا ليا، عاد غادي نديرهم في الخلاط الكهربائي. هذه الطريقه كتسهل عليا انهم يتخلطوا ليا دغيا. غادي نخلطهم واحد جوج دقائق حتى ثلاثه ديال الدقائق ونرجعوا من بعد. بعد ما طحنت اولا خلطت هذوك المكونات، غادي نزيد عليهم واحد كيس ديال الخميره ديال الحلوى اولا خميره كيميائيه. عندي هنايا 8 غرام، تقدروا تستعملوا حتى 7 غرام ماشي مشكله. نحاول ندخلها وغادي نعاود نرجعها طحن واحد دقيقه ونحيدها. دائما الخميره نخليوها هي الاخيره. بعد ما طحنتهم اولا خلطتهم، هذا هو القوام كيكون ديال يعني ديال البغرير ديالنا اللي غادي نصايبوه. كيجي بحال هكا خفيف. بالنسبه للمقادير مضبوطه، الا استعملوه حتى يعني نفسها غادي يخرج لكم بغرير ناجح بحال اللي صيبت ان شاء الله. في هذه المرحله غادي نحط المقله ديالي تسخن، يعني هاد البغرير ما غاديش يخمر بين ما سخنا المقله ديالنا، وغادي نديروه ديك الساعه يطيب. بالنسبه للمقلاه مني سخنات ليا مزيان، درت فيها شويه ديال الماء من روبيني بحال اللي شللتها، وعاود حطيتها فوق البوطه وخويت عليها الكميه ديال البغرير ديالنا. بالنسبه للنار تكون متوسطه ما تكونش مجهده، وغادي تخليوه يطيب على خاطرو. كيف ما كتشوفوا راه كيتشقب مزيان وكيجي خفيف بزاف. الطريقه ديالو سهله وناجحه مليون في المئه، واللي ذاقوا عندكم كيف ما قلت لكم غادي تسحب ليا ديال السميد، يعني ما غاديش تفرقوا بينه وبين ديال السميد. بعد ما طابت ليا الاولى كيف ما شفتوا، غادي نعاود معكم وحده اخرى. دائما المقلاه ملي تطيبوا فيها البغريره الاولى، ملي تطيبوا فيها البغريره
حيدوها خبيو عليها المبيض ورجعوها فوق البوطه، عاد خبيو عليها الخليط ديال البغلان. كيف ما شفتوا من التحت كي ما كيجيش يعني محضر، كيجي اللون ديالو زوين. وبعد ما ساليت الكميه ديالي كامله ديال الخليط ديال البغرير، تقريبا تخرج لكم واحد 10 ديال البغريرات يعني متوسطين. الكميه ديال الفينو بعد ديال الكيسان تخرج لكم 10 ديال البغريرات متوسطه، كيجي رائع بزاف، خفيف ومثقب. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم، وكيكون هذا هو الشكل ديالو الاخير. تقدموه مع العسل اولا زيت الزيتون اولا الزبده اللي بغيتو. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وإلا كنتو اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله.